التقى اليوم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن بكر بوفد رجال الدين المسيحي الذين يمثلون تجمع الكنائس الإنجيلية والبروتستانتة واتحاد التحالف الإنجيلية بمناسبة تقديم التهاني للمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك. تقرير آدم حسن المكاوي. الوحدة والتماسك والتعايش السلمي بين أتباع الديانات السماوية هي كانت وما زالت الثقافة المكونة للنسيج الاجتماعي التشادي، فزيارة قادة رجال الأديان التي كانت برئاسة كل من ممثل أسقف مدينة أنجمينة والأمين العام لتجمع الكنائس الإنجيلية ومنسق منبر الأديان إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ما هي إلا رسالة مباشرة لقيم السلام والتسامح المتعارف عليها بين الأديان في البلاد. ألفونس كرامبا ممثل أسقف مدينة أنجمينة وباتا كالنجي الأمين العام لتجمع الكنائس الإنجيلية أكد تضامنهما مع المسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، مقدمين تهانيهم لجميع المسلمين بالبلاد لحلول الشهر الفضيل. اليوم هدرنا وزرنا المجلس، هذا مناسبة نقول رمضان كريم لكل المسلمين، وفي بلدنا نعرف أن يوجد السلام بيننا والتكارب هو أكثر بين القيادات الدينية. رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رحب بهذه الزيارة التي تعزز الترابط واللحمة بين أبناء الوطن كما وصفها. من فضل الله على هذا البلد أن القيادات الدينية تتبادل الزيارات في كل المناسبات، وتبادل الزيارات ده بيجيب المحبة ويجيب التعايش ويجيب الترابط. ولذلك اليوم زرنا أخواننا ليهنؤوننا بحلول شهر رمضان، وهنوا المجلس وقالوا لنا هذه التهنئة نقولها لجميع أبهاتنا وأخواننا المسلمين في تشاد. إن بلادنا تشاد تعد واحدة من ضمن دول المنطقة التي تؤمن بالتعايش السلمي بين مختلف الديانات والثقافات، حتى باتت البلاد نموذجا يحتذى بها في مجال التعايش السلمي بين الأديان. بهذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، إلى نهاية هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وتصبحون على ألف خير.